إذن أصبح معروفاً المنافسة الشديدة تظهر جاذبية ترامب الدائمة لدى الأمريكيين في مسعاه للعودة للبيت الأبيض مقابل مهمة صعبة تواجه هاريس في محاولتها الفوز. لكن السؤال، ما هي نقاط قوة وضعف كل منهما؟ يبدو الاقتصاد أحد أكثر مكامن الضعف لهاريس، بينما أظهر استطلاع أخير أن ترامب يتمتع بميزة 13 نقطة مئوية بالنسبة للاقتصاد، الذي يعد القضية التي يستشهد بأنها الأكثر أهمية للناخبين. التناقض الذي تهتم هاريس بإحداثه مع ترامب هو استخدام ماضيها كمدعية عامة، وركزت رسائل حملتها على الحفاظ على الحريات الشخصية بدلاً من الديمقراطية. أيضاً بالمقابل، جعل ترامب ومستشاروه تدفق المهاجرين محوراً مركزياً لهجماتهم ضد الديمقراطيين، خاصة مع مستويات قياسية سجلت بعهد رئاسة بايدن، فيما نصح البعض هاريس بأن تهاجم بعض القضايا التي تتمتع فيها بموقف أقوى من ترامب، خصوصاً حقوق الإجهاض، والتي تظهر استطلاعات الرأي بأن هاريس تتمتع بميزة بنسبة 15 نقطة مئوية في هذه القضية.